أجد ماء. جيد، تم على أكمل وجه. مستعد لركوب الحصان. يسرني ذلك. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة كما نشاء. على استعداد للمهمة التالية. مبنى لتشييده. سأشيد هذا البناء. على استعداد للمهمة التالية. أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر. سأفعل هذا الآن. لا وقت للعبث. كما تريد. سأحرص على تشييد. ما حاجتك إلي؟ إننا في انتظار. الإصلاحات جارية الآن. ما حاجتك إلي؟ انتباه، الأوامر قادمة. حسنا، سأفعل. مبدأ التشييد. سأنفذ على الفور. عمل جيد، تم على أكمل وجه. أعطني أمراً. أمرك؟ أنا مستعدة لتلقي التعليمات. سأحرص على تشييده جيد. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأشيد هذا البناء. أمرك؟ أنا مستعدة لتلقي التعليمات. طاعة من يأمر بالفضيلة نعمة. أمرك؟ أنا مستعد لتلقي التعليمات. سأشيدها. لن ترتاح قلوب الأشرار. إنه عمل جيد. لن ترتاح قلوب الأشرار. أجيد ما أفعل. عمل جيد، تم على أكمل وجه. مبنى لتشييده. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. مبنى لتشييده. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار.
سأحرص على تشغيله جيدا. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشغيله جيدا. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على. سوف تسير قدماي حيث تريد يا سيدي. يسرني ذلك. على استعداد للمهمة التالية. سأشيد هذا البناء. أعطني أمرا. سوف أتبع أوامرك يا سيدي. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعا. سنتلقى الأوامر. لدينا وجهة نقصدها. هل نتحرك؟ سأشيد هذا البناء. ما حاجتك إلي؟ ماذا أفعل؟ سنحظى بأوامر يا رجال. أرحب بصحبتنا يا رجال. تحركوا وفكروا في الغنيمة. أنصتوا إلى الأوامر. إلى الأمام. لا تختبئوا في الخلف. أنصتوا. الأوهام بكل الوسائل سأفعل. أوقف. سأفعل ذلك الأمر. سأفعل. استعدوا للأوامر يا رجال. نعم الأمر أمرك سيدي. أمرك. نعم الأمر أمرك. سأفعل ما أمرت به. الآن يا رجال انتبه. أفاد الكشاف بوجود أعداء. انتظروا أوامرنا يا رجال. ندافع ضد هجوم العدو. صمتا واسمع. اركبوا كما أمرت. صامدي إلى الأمام. الأعداء قادمون إلينا. أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. ما حاجتك إلي؟ مبنى لتشييده. أنا أرى العدو. أمرك. أنا مستعدة لتلقي التعليمات. سأشيد هذا البناء. على استعداد للمهمة التالية. أنصتوا جميعا. الأوامر قادمة. سأشيد هذا البناء. الفرسان طواقون إلى المشهد. لدينا أوامر قادمة. صدر الأمر. أطيع أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. ماذا لتشييده؟ أمرك. أنا مستعد. انتبه. الأوامر قادمة. سأفعل. مبنى
لتشييده. أجيد ما أفعل. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده. على استعداد للمهمة التالية. سأحرص على تشييده. أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. يسكت. سأحرص على تشييده جيدا. أجيد ما أفعل. سأشيد هذا البناء. يسرني ذلك. ماذا لتشييده؟ أجيد ما سأحرص على تشييده جيدا. عمل جيد تم على أجمل. لن ترتاح قلوب الأشرار. الزراعة. الهواء النقي لا يؤذي أحدا. أمرك. أنا مستعدة. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأشيد هذا. على استعداد للمهمة التالية. سأشيد هذا البناء. أشيد ما أفعل. يسرني ذلك. أنا أرى العدو. الأعداء قادمون إلينا. لن ترتاح قلوب الأشرار. ما حاجتك إلي؟ أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر. ثمة حطب يحتاج إلى الجمع. نيران العدو تنهال علينا. لن ترتاح قلوب الأشرار. يسرني ذلك. سنحظى بأوامر يا رجال. أنا أعرف واجبي. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. نحن نتعرض للقاتل. لن ترتاح قلوب الأشرار. لدينا. أرحب بصحبتنا يا رجال. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. خدمتك شرف لي. وجهني. أركب كما أمر. من تريد فوق السرج وأمر. اسمعوا بحرص يا رجال. إلى الأمام جميعكم. أنا العدو. الطاعة
واجبي. الأوامر قادمة. أطيع أمرا. مسيرة طويلة لنا. أفاد الكشاف بوجود أعداء قريبين. لدينا. أنا أطيع أوامرك بالحرب. الطاعة شرف لي. أركب كما أمرت. واجبي هو الطاعة. صلحت بأوامر يا رجال. أطوق إلى الذهاب. أعبر راكبا كما أمرت. نحن نواجه مشكلة. نحن تحت الهجوم. نيران العدو تروع حصاني. الفرسان مستعدون للأوامر. نحن الفرسان مستعدون للمعركة. الآن يا رجال أنصت. الأوامر قادمة. أنا أطيع أوامرك بالحرب. أمرك. إلى الأمام. لا تختبئوا في الخلف. تحركوا وفكروا في الغنيمة. صدر الأمر. صدر الأمر. تحركوا وفكروا في الغنيمة.
صف العدو. انصتوا الى الاوامر يا رجال. أوامر جديدة، قفوا مستعدين. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. مبنى لتشييده. سأحرص على تشييده جيدا. سأشيد هذا البناء كما تشاء. سأحرص على تشييده جيدا كما تريد. سنحظى بأوامر يا رجال. أجيد ما أفعل. سوف تسير قدماي حيث تسير قدماي على طريق الفضيلة. متجه كما أمرت. الآن يا رجال انتبهوا. نحن نتعرض للقصف. قضيتنا تستحق العناء أيها الفرسان. رائع. فلتكن الفضيلة درعي.
تتعرض لقصف العدو. نحن الفرسان مستعدون للمعركة. أجيد ما أفعل. مستعدون لتلقي القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. سأفعل. أرسلني إلى أي معركة. أرسلني إلى أي معركة تريد. سأحرص على تشييده جيدا. ننتظر الأوامر وتحقيق المجد. أنا متعطش لخوض القتال. أرسلني إلى الخارج. وجهني نحو أي هدف. أعطني أمراً، أنا جاهز. أنا مستعد لسماع الأوامر. أجيد ما أفعل. من الذي تريد أن تشيره؟ أين يجب أن أرمي السهم؟ ماذا لديك من أوامر؟ أرسلني إلى أي معركة تريد. من؟ من الذي تريد أن ترديه قتيلاً؟ أو أمر. ماذا لديك؟ أرسلني إلى أي معركة. من يحتاج إلى سهم؟ مستعدون لتلقي الأوامر وتحقيق. هل لديك أوامر من أجلي؟ يسرني ذلك. ننتظر الأوامر وتحقيق. من يريد أن ترديه قتيلاً؟ أنا متعطش لخوض القتال. أرسلني إلى الخارج. أين تريد أن أرمي السهم؟ إلى أين أسير؟ سلاحي يغط في النوم. مستعدون لتلقي الأوامر وتحقيق المجد. إلى أين تريدني أن أذهب؟ أعطني أمراً، أنا جاهز. أنا متعطش. أيها القرويون، هذا هو الحال. من يجب أن أطارد؟ أنا مستعد لتلقي القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. كما تشاء. أنا أسمعك. سأشيد هذا البناء. حسنا. أعطني. أريد أن تؤديه قتيلا. أنا سأنفذ أي مهمة. لدينا أوامر قادمة. أنا أعرف واجبي. وجهني نحو أي هدف. ما أوامرك لهذا؟ وجهني نحو أي هدف. إلى أين تريدني أن أذهب؟ لديك شيء لتفعله الآن. أرسلني إلى أي معركة تريد. ماذا يجب أن أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. العدو يطلق النيران. سيء جدا. تحركوا وفكروا في الغنيمة. الجميع نحن على استعداد. لا أريد أوامر يا سيدي.
سنحظى بأوامر يا رجال. خطر من نيران العدو. آلات الحصار على أهبة الاستعداد. الآلات تنتظر الهدف. المسلاف مستعد. ما هي الأوامر؟ ما هي الأوامر للمسلاف؟ وصلت أوامرنا. أمر سأفعل. نحن تحت القصف. الأناب في خطر. إنهم يطلقون علينا النيران. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. خدمتك شرف لي. الآن يا رجال انتبهوا إلى الأمام. لا تختبئوا في الخلف. مستعد لتلقي انتباه. الأوامر قادمة. سأشيد هذا البناء. الجميع متأهب. لدينا أوامر قادمة. الضعف شرف الدين. أوامر جديدة. العدو يهاجم. خدمتك شرف لي. سنحظى بأوامر يا أنا أعرف واجبك. أنصتوا إلى الأوامر يا صحبتنا يا هبط. وصلت الأوامر. تغيير تشكيلة الآن.